السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أصدقائي الأعزاء على قناة وودي عالم صناعة ألعاب. أصدقائي بحييكم بلعبتنا المنتظرة أساسن كريد ميراج. طبعا راح تكون اللعبة ببغداد، وعدنا وأخيرا أصدقائي إلى الوطن العربي بعد انقطاع فترة كتير كبيرة. طبعا جبنا في أنحاء العالم وأقاصي العالم لهذا التنظيم السري الغامض. أنا كتير متحمس أصدقائي. الشيء الحلو بها اللعبة رح يكون الدبلجة للغة العربية، الأصوات رح تكون للغة العربية. طبعا هذا الشيء اللي أنا كنت عم بطلبه وبتمناه من زمان، إني تكون الشركات مهتمة بأدق التفاصيل، خصوصي لمنطقة الشرق الأوسط وللعرب اللي هن صاروا متعطشين للألعاب، وصار في قوة شرائية ضخمة يا جماعة واهتمام كتير كبير. شفنا هذا الشيء طبعا بسايبر بنك 2077 سبق، وانا عم بختم اللعبه قلت لكم اني التفاصيل اللغه العربيه فيها كتير حلوه، لكن بالقصة الدبلجه حسيت اني شركه يوبي سوفت اكثر شركات الالعاب في العالم تعمقا بمنطقتنا. نحن شفنا هذا الشيء باساسن كريد من زمان، بدايات اساسن كريد بالاضافه لبرنس اوف بيرشيا اللي هي خلتنا نعشق شركه يوبي سوفت بشكل كتير كبير. لكن انا بالنسبه لي تفاجات بإني هن قدموا هاي اللعبة ببغداد العراق. هذا الشيء أنا بصراحة ما كنت متوقعه، كنت متوقع حسب ما سمعت بعض الأخبار على إني أساسن كريد رح تأخذ منحنى آخر، منحنى بعيد تماما عن الشيء اللي نحن كنا نتمناه ونطلبه. طبعا شركة يوبي سوفت حست حالها إن هي لازم تعود لجذورها ولا أصولها اللي دائما بتحكي فيها. خلونا نشوف أصدقائي اللعبة مع بعض ونقيم اللعبة مع بعض. بتمنى منكم أصدقائي تتابعوا جميع الألعاب والفيديوهات اللي عم بختمها بالقناة، دعمكم كتير مهم. إن شاء الله غدا طبعا لسه ما وصلتني الكوليكترز إديشن الخاصة بأساسن كريد، لكن إن شاء الله بالفيديوهات القادمة حاولوا تحطوا الإشعارات مشان تشوفوا تفتيح أو الأنبوكسينج الخاص بالكوليكترز إديشن لأساسن كريد ميراج. في بعض الألعاب عملت لهم انا انبوكسنج فيكم تشوفوا هذا الشيء موجود بالقناه. خلونا نتابع اصدقائي مع بعض اللعبه. ليتر اوكي ليتس جو ايزي بيزي بهالبساطه يا جماعه. خلونا نشوف شو راح تقدم لنا. سئلت ذات مره عن الذاكره، كذبت وقلت انها ضاعت، خشيت من تعلم الدرس الخطأ، لكنه عاش مختلف الظروف وسنتعلم منه. عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل، ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون. فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها، فإن خدشت سطحها المذهب لوجدت العفن أسفله. سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد. كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي. منذ قرون كان في قلب الصراع باسم ابن إسحاق، شرف العقيدة، تحداها وعلينا الاقتداء به. جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه. قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله. أخشى أن ذلك الوقت وشيك. عجب، لساعدنا بشركة أبسترجو نحن. غنية عربية؟ حدا يكتب لي اسم الغنية بالتعليقات يا جماعة. Well.
مقدم أكثر من رائعة يا جماعة. برفق يا باسم، تنفس. طبعا أنا حطيت الترجمة للغة العربية كمان بالنص. أكان الجني مجددا؟ اللي ما حابب يرفع الصوت أو وماذا أراد صديقنا هذه المرة؟ أن ينتزع اللحم عن عظامي؟ أن يتغذى على أحشائي؟ إنه لا يتكلم كثيرا لكنه يترك أثره. ما زلت أشعر به يزحف على جلدي. أنت تعرف أن ذلك مجرد وهم. انسي أمر الجني الآن، إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه. ترك درويش عقدا آخر. لمن؟ هم مجددا لجنينا مالا أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر. كفى يا نهال، أين ما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا. صحيح، لكنه سيثري وجداننا. سأخرج. هيا بنا إلى سوق المجاري الجواري يا نهال. جمع جواهر رخيصة وعملات صادئة، خير ما يغنمه مارق. باسم حرق من بيتي قدميك. أنا حاضر. يستمر ضوء الشمس في الانحسار. فلنعجل قبل أن يطول بدرويش الانتظار، لن أتحمل منه عظات أخرى. سلام عليكم يا قوم. العقود التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة. يثق بأنني سأفعلها. أعلم يقيناً أنك تحظى بثقته، لكن هل تظن أنك تحظى بثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة. أرجو ذلك بعد كل ما جرى. عليهم إثبات ذلك، إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل. إنهم محررون يا نهال، ليسوا تجار. ولاية بغداد. أعرف هذه القصص، ولكن الأنبار. لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا. أهل العراق طبعاً. أوكي. اتبع نهال. Let's go. التوتوريال كالعادة، التدريبات دائماً بتساويها ألعاب يوبي سوفت. هذا الشيء يعني مفروغ منه. تعالي، وين رحتي؟ أوه صارت فوق. أوكي. طبعاً التسلق سلس كالمعتاد. نهال سبقتني. لا 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 يا باطل. اوكي، العبور من النافذه. طبعا راح يكون في مجموعه من المهارات مقتبسه من جميع اجزاء اساسين كريد محطوطه بهاللعبه. لا اريد منك ان تشعر بالضيق من كلامي، انما ارجو مصلحتك فحسب يا صديقي. لا مانع من التصدي لمضطهدين كما يفعل المستترون. هل تظن نفسك بطلا من ابطال الغد جلجامش القادم؟ لا، لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه. فقط ليهمش وينسى. لكن يشرفني أن هذا ظنك بي، لربما أنوي أن أكون مثله. ليس ذلك ما قلته على الإطلاق. ذلك ما سمعته. يا لهذه الحشود، لابد من أن هناك أمراً مهماً. لقد استدعوا الخليفة إلى قصر الشتاء، ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد. لعلهم في حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات. أفهم ما تعنيه. قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا. إذا لم يكفي العقد لإطعامنا، فربما ستفعل الخلافة. أوكي، أنا مين المفروض أسرق؟ ترك التاجر كيس نقوده على الطاولة. إنه هدف سهل للبدء. أوكي. يحسن به المغادرة قبل أن يلاحظوا. أوكي. عليك الاستعداد. حلو اني باخذ النقود عن طريق الوايرلس. ويد رشيقه.
صفتان لا يستهان بهما. هناك ذلك الرجل المزعج، لابد أن لديه شيئاً ذا قيمة. نشل، عند اختيار اضغط على اي محاولة نشل، اضغط اي مرة اخرى. اوكي. ماكر بحق؟ حس ولا ما حس؟ ما حس. اوكي. وتلك التي تقف هناك، ان معها بعض النقود. طب حرام عليك. لحظة، من هنا لو سمحت. أحسنت صنعاً، إنك سيد لصوص الأنبار حقاً. هل هذا حديث الغيرة؟ قليلاً يا لص أكياس النقود العظيم. يا لثقة للظل، هيا لقد تأخرنا على درويش. درويش؟ حبيت الأسماء. أوكي. أين أنت يا درويش؟ أوكي. هل جن جنونه؟ اوكي، وينك يا درويش؟ اوكي، انه باسم. ابتعد. امارات النشاط، ما الحكايات التي سنسمعها اليوم؟ الطوال منهم بالتاكيد. اسرقت شيئا مفيدا اليوم؟ بزنس. ويحك ويحك ويحك، ها قد جاء الفتى الكسول، لقد كنت في انتظارك. كان على احد تدبير الطعام. مهلا. طعام، ما كنت لأختال بذلك المال في الأسواق. ثق بي. اذهب إلى زائدة، إنها تستخدم الكثير من الزبد. إنها تفعل ذلك حقا. تبدو منهكا، هل أنت بخير؟ أمر هين ستعالجه مغامرة صغيرة. ماذا يريدون؟ دفتر شحن بحري في الميناء، لا قيمة له في حد ذاته، لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم. منتهى السهولة، أليس لديهم ما هو أصعب من هذا؟ يمكنني القيام بالمزيد. دع عنك التفاخر، حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة، وحري بك تذكر ذلك. إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد. اهتمامي لأمرك لم يتغير، لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفائه. فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة. أوكي. نحن لن نتحدث عن أجري. ولا نتحدث عنه، ليس قبل إتمام العمل، إنك تعلم طريقتهم. يا للصدمة. ما هو إلا رسول، وأنت مجرد ساع لذلك الرسول، فلتقم بهذه المهمة بنفسك. أوكي. والله يا جماعة بصراحة اندمجت بشكل غريب، يعني اندمجت بطريقة حكيون وفصاحة اللغة العربية تبعيتون، اعتناء مو طبيعي باللغة العربية وتفاصيل الحضارة العربية. أنت وحدك في هذا. حسنا، إلى اللقاء. اسرق الدفتر. دفك، وين صرت أنا؟ طاحش لجوا. ما الحساب النهائي لما استلمناه؟ 16 قفصاً، صندوق واحد، 6 حقائب. كان هناك 3 أقفاص عندما رجعت الدفتر. أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد، إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم. احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي. انتظر هنا. أوكي، انحناء. ما بحسن بيتحرك. إفقاد الوعي. مولاي، راح واحد. إذا رآني أحد فسأضطر إلى الفرار.
الحمد لله أنني أستطيع أن أسبق أولئك الحراس المتراخين. أوكي، هاي في حارس هون تارجت لألي. Knock him out. Let's go. أوه بوكس واحد من خالص. إنه مغلق، سيعطلني قليلا. شيت. مفروض أنا أنزل لتحت. أوكي المفتاح جوا. في كان واحد هون. كيف بدي اروح لعنده هذا؟ ما بحسن بدخل من الشباك. مهلا بحر، اللعنة عليك، سأنال منك. هيا يا الله حس عليك يا خالص. شيت تبا، خليني اهرب. اغرس السهم به دخيل. اوكي وين هو صاحب المفتاح بالضبط؟ ما اقول يطلع لتحت، عفوا يطلع لفوق. اوكي انا كاني صفرت. المفتاح هون، تبع المفتاح هون. معلش خليني هلا اركز عليه شوي. أنا المفروض كان انزل من هون بس ما بعرف. لا مكان لتختبئ. إنه ككلب الصيد تقبل ترى رائحتك. أوكي خلي يروحوا هدول الاثنين لأني دمي أنا يرسل. أوكي في عندي أو في عندي ميديك. أنا ما على فكرة ما انتبهت إني هلا وهذا الغبي جوا. أوكي هو داير حاله. أفكر كيف بدي اطلع لفوق. هذا شلون عم بيطلع وبينزل؟ هو فوق. هون. طيب. الأول يا زلمة. خليني شوف شو في كمان. فسيخ ولا شو هاي؟ الصحة ممتلئة. طيب لوت قد ما بتحسن. خليني أطلع من هون. اوكي خليني اطلع لفوق. بظن انا لسعتني بمنطقة محظورة. هناك لعل ذلك ما ابحث عنه. قوي بالك شوي. ليتس جو. نهب يا عمي. ايش هي؟ هي الاسرار التي دونت في هذا الدفتر يا ترى؟ ربما أستطيع الضغط على العجوز المتذمر درويش ليبوح لي ببعض أسرار العقد. الحلو إني ما في إنه طاقة. لم يصبك مكروه كما أرى. كان الأمر في غاية السهولة. أوف. قلت قتل أشبعت. قد نستفيد من الجواسيس في المدينة. سأرى ماذا سأفعل.
إنها مهمة على ما يبدو، ساهم على أجر أعلى. صحيح. آه باشن، في الوقت المناسب أحضرته معك وبدون جلبة. إلي به إذن. أنت روشان. واحدة منهم؟ لبس أساسنز معتاد. ها هو، يبدو كأنهم أوصلوه صباح هذا اليوم. أوثقة أنه الصندوق المطلوب؟ أنا متأكدة. أعطي الصبي أجره. إذا احتجت سرقة شيء فأنا المنشود. درويش يضمنني، كلفني بتنفيذ جميع عقودك. انتهى دورك إذن. بوسع المزيد. مات اثنان من خيرة رجالي في مسعاي، ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. دعيني أنضم إليك، لديك مكانان شاغران. لقاء هذه الإهانة علي أخذ نصف الأجر. لا تنأ. شكرا يا درويش. أصغي يا باسم، إن أردت الاستمرار في العمل لدي فعليك الاختفاء وإغلاق فمك. لما تحرج نفسك بهذا الشكل؟ ما قصدك؟ كأنك متسول، تستميت ليمنحك الانتباه. أستميت؟ يا نهال، أنا بارع فيما أفعله. ستكون تلك المرأة محظوظة بانضمامي إليها. لكنها لا تريدك. أنت لص شوارع متسخ القدمين، لما العناء؟ لما تواصل إقحام نفسك في هذا الطريق؟ لأن لصوصية الشوارع ليست أسمى طموحي. لدي ما أقدمه إلى العالم غير أنامل الرشيقة، إنهم لا يدركون ذلك بعد فحسب. أوشكت يا جاسب. الأطفال. ما هذا؟ آها، هذا أحدث ابتكاراتي. إنه يساعدني على إبعاد التجار الغاضبين حين يرونني أفتش في بضائعهم. سأعد نفسي ناجيا. رائحتك كريهة، ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيدا. الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ نعم، صندوق أسود جميل للغاية، أخذه حراس ضخام إلى القصر. شكرا لك يا جاسب. باسم ليش بيحب يحشر أنفه بكل شيء؟ فضول. هذا اللي وصل ليكون من الأساسنز. إنهم يريدون الصندوق وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي. لا فائدة من إقناعك، أليس كذلك؟ لنفعل هذا معا إذن. إذا أمسكوا بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فورا. نحتاج ممرا آمنا إلى الداخل، وأنا أعلم أين يمكن أن نجده. أوكي، رح نروح للقصر يا جماعة. أمكنك اتباع خطايا على سبيل التغيير. طيب تفضلي. لا تتورطي في هذا يا نهال، أدرك شعورك تجاه هذا الأمر. إنها حماقة مطلقة، لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك، ولهذا سآتي معك وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سرقة الصندوق من قصري الشتاء الخاص بالخليفة. حين تقولينها بهذه الطريقة أشعر بالإثارة. هل سنذهب أم لا؟ وأنا كمان سأتبعك. إنها خطة مجنونة يا باسم. ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم، فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا نهال، إن مصلحتهم هي مصلحتنا. أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتات والمياه القذرة. بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة، الأداة التي تجعل جاسب يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفيا خبيرا، أداة تضمن أن لا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثل ما تعرض أبي، وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله الغد لهم. أتفهم ما تحاول قوله يا باسم، لكنك ترسم صورة لعالم لا وجود له. أخالفك الرأي في هذا. لا يمكنه حتى إبقاؤنا نحن. ها هو ذا قصر الشتاء،
هيا من هنا. خلفك مباشرة. صوت الحمار. أوكي. الاندماج بالطبيعة يا جماعة. وصلنا لننتظر حلول الليل. أوكي. ألا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل، حينها كانت المخاطر أقل وكذلك كانت الغنيمة. حسناً، قبل أن تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول إليها، وكما أرى سيتطلب هذا الأمر قدراً من الإبداع. نعم نعم. يمكننا تفقد البوابة الأمامية. وأخبرني إلى ما سيقول الأمر. إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية، إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني. مهلاً. أوكي. طيب. حل الظلام المنشود، هيا بنا. نهال، هل تتبع خطايا يا باسم؟ قرار رشيد جدا. أعلم أنك تكرهين أن تكوني وحيدة. يحكي عن مشاوي. ذلك الاتجاه. عم يحكي عن الأكل. ما الذي تحاول فعله؟ لنتحرك. طب وراكي أنا، يعني إيش أعمل؟ انتبه لنفسك. دخلنا القصر يا جماعة، قصر الخلافة. توقع هذا مو قصر الخلافة الرئيسي، هو عبارة عن يمكن أحد التابعين للخليفة، أمير على ولاية الأنبار. اللعنة على هذا الرداء، هل رأيت الضيوف؟ يا لملابسهم الغريبة. فك ما حيسين عشي. أغلق فمك، كلامك لن يجلب إلا المشكلة. لما يرتدون جيد، قد يدخلنا هذا الباب إلى القصر. لن يدخلنا دون مفتاح. فتش في الأرجاء. فتش في الأرجاء، هاي معناها كبير الصراحة. تعال حسين، خذ منه المفتاح. ولي اثبت سريع بس ما يشوفوني. شت 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 شت. وين راح هداك؟ رح يحسوا علي. تعال، وين صار هذا؟
يا ابن اللذين وين رحت؟ لن يطول الأمر. أولي هي هيا واجهني. تحلى ببعض الأدب أيها الأبله. أوكي. شت 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 ساين هذا لصالحك. اوكي اوكي والمفروض انا من اول اعمل له انا نوك اوت. طيب جبت لك مفتاح بعد معاناة. اوكي وات المفتاح اللي جبته هو مفتاح شو؟ I swear to God أنا جبت المفتاح. What؟ ما خلاني أنشله. طيب. أوكي. أنا فكرت إني أنت نشلت المفتاح. يبدو إني أنا ما في عندي خبرة بالنشل. شيت راح يحسوا علي إذا تحركت. تفضل انت اتحرك شوي بن اوكي خليكم بعيدين. انا صار تاني مره برجع لكم يعني عيب يعني صراحه. هل وجدت مفتاحا؟ يبدو الخليفه مضطربا. وجود ابن عنيد لا ييسر الامور. الفتى متحمس، إنها أول مرة له في القصر، فليتجول كيفما شاء برأيه. ينبغي أن يكون هذا المجلس مختصراً على أي حال. ها هم، هيا. من هناك، الخليفة في انتظاركم. حاطين قناع. وصلوا يا مولاي. حاطين أقنعة. فلتخرجوا جميعا. متوكل. سألتقي بهم وحدي. أبتاه اسمح لي بالبقاء. خذوه. يبدو ثقيلا، لن نستطيع إخراجه من القصر. إذا سأضطر إلى أخذ ما بداخله. أيها السادة مرحبا، كل شيء مرتب. خمسة. أعلم أن لهذا شأنا كبيرا عندكم، فلتطمئنوا إلى بقائه مصونا هنا. لن نرضى بأقل من هذا. سننجز أعمالنا ونعود إليك عندما نكون على استعداد. استعد أيها الخليفة. أيمكنني رؤيتها مرة أخرى؟ محتوياتها؟ لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم. لم تر شيئا من هذا ولم تقل شيئا، أهذا مفهوم؟ نعم بالتأكيد، انسى ما قلته. حانت فرصتنا. اوكي خلينا احنا نشوف شو في جوا الصندوق. ها هناك شخص قادم. من هنا المكان آمن. اوكي معقول تركوا الصندوق وراحوا؟ لم اتخيل اني سادخل هنا قط. انظر الى هذه الاقواس، يمكنك نزع قطعة منها وبيعها مقابل الكثير من الذهب. الم تحضر معك بالمصاد؟
خليكي شوي ساكتة، خلينا نشوف شو جوا الصندوق. لا بأس يا باسم، افتح، اسرق، اهرب. أسرع باسم. باسم. أعطني هذا. لا لا. لديك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني. هذا خطأك. توقف أرجوك. أيها اللص الحقير. لا. أوه هي اللي أتته. لا يا إلهي. أركض نهال انتظري. أبتا أمشي كل فتا. Let's go. لقد مات الخليفة. مهلا أمشي كل فتا. فلتلقى ربع. لازم أركض. أحتاج إلى مساعدة. لن يتجاوزني أحد. لا أولو. إنه هنا. أنت هناك. توقف. أوكي. قديش بعيد؟ 180. ماذا؟ ما الذي فعلناه؟ أوه! زريت حالي على المي أنا. أوكي. معلش مستاهلة مستاهلة مستاهلة. لكن طلعتوا لي انتو. ألست مميزا؟ سأحضر شرطيا. أنت أنا أسرع أسرع. أصب الخسيس الجبان. نهال هل أنت هنا؟ نهال لقد ما الذي كانت تفكر فيه؟ يجب أن أحضر عليها، من المحتمل أنها عادت إلى الديار. أوكي مفهوم يا صهر. فقد حان ساعدك. ما عاد راحوا. أوكي نهال. اوكي القرص معي. لا هذا يكفي. بحقك ما الذي
تريده مني؟ اهدى اهدى يا باسل. نهال؟ ليس بالضبط. أنت بخير؟ جيد، لأنني أريد منك إخباري بشأن هذا. لا أعلم ما تقصدين. قل لي ما الذي حدث؟ الصمت ليس في صالحك الآن. لا أتعمد الصمت، لكنني لا أستطيع شرح ما رأيت. تلك الأداة كان لها تأثير علي. لقد كنت في مكان آخر، مفزوعاً وأشعر بالبرد. وقبل أن أدرك الأمر انقض الخليفة علي وأمسك عنقي بيديه. كان حادثاً، لم أقصد أن، ما أردت إلا المساعدة. علينا إخراجك من هنا، لدي قارب في الميناء الغربي. ماذا؟ لا أستطيع المغادرة، يجب أن أعثر على نهال. كف عن هذا وفكر يا باسم، حرس الخليفة يبحثون عن قاتله، إنه لص شاب أوصافه كأوصافك. لن يتوقفوا عن البحث حتى يعثروا عليك، وحين يفعلون لن يلقوا بك في زنزانة بل في قبر ضحل. سأمنحك فرصة ثانية، استغلها. أوكي، ما عندي خيار غير روح على بغداد. درويش، جميعهم في خطر. أوكي أصدقائي، لهون بنهي هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. طبعا لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. رح حاول إن شاء الله قدر الإمكان غطي اللعبة، بالإضافة للعبة ستارفيلد وسايبر بونك، ألعاب حافلة هالشهرين يا جماعة. طبعا رح حاول كمان بالفيديو القادم أعمل تفتيح لأساسين كريد ميراج كوليكترز إديشن، رح أعمل أبوكسينج للمحتوى الإضافي للعبة. طبعا هي عبارة عن مجسم لباسم. بشوفكم أصدقائي بالفيديوهات القادمة، وإلى اللقاء.